السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجي سكولار إن شاء الله هنبتدي النهاردة محاضرة أنماند أريال فيكل عن طريق المهندس عمرو النجاتي. المهندس عمرو النجاتي خريج حصل بكالوريوس في هندسة الميكاترونيك من الجامعة الألمانية بالقاهرة، وحصل على ماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة نيو برانسويك في كندا. عمل نجاتي على روبوتات شرطة الطائرات لأنظمة الفضاء بدون طيار، وحاليا يعمل مهندس تحكم بشركة أفيار في كندا. فاضل يا باشمهندس عمرو، ويا شباب لو عندك اي اسئله ان شاء الله هنجاوب عليها في الاخر في كيو اند اي، ولو عندك اي مشاكل ممكن تكتبها في الشات. فاضل يا باشمهندس عمرو. السلام عليكم، شكرا يا باسم على المقدمة دي. النهاردة أنا هديكو برزنتيشن عن unmanned aerial vehicles، طيارات بدون طيار. وأنا بس حبيت أوضح لكم إن البرزنتيشن دي هتبقى زي جايد لاين للحاجات المهمة بالنسبة لكم تعرفوها عن unmanned aerial vehicles، علشان تقدروا تفهموا هي بتشتغل إزاي وتقدروا تبنوا أو تعملوا كنترول سيستم للطيارات بتاعتكم. بس التوبيك ده اكبر بكتير من ان احنا نقدر نغطيه في محاضره واحده، فانا هحط لكم شويه ريفرنسز في الاخر ممكن تبصوا عليها علشان تقدروا تجمعوا معلومات دي. طيب خلينا ندي كونتنت سريعه للمحاضره بتاعتنا. الاول هنبدا بمقدمه سريعه عن الانماند اريال فيجل، وبعدين هنتكلم شويه عن ازاي نعمل لها ماثيماتيكال موديل بحيث ان احنا نقدر نوصف الحركه بتاعتها عن طريق المعادلات. وبعدين هنتكلم شويه عن الكنترول، ازاي ممكن نبني كنترول سيستم يتحكم في التيارات اللي بدون تيار. وبعدين هننقل شويه اكتر بقى عن الجزء العملي، هنتكلم عن السيستم اركتكتشر المفروض تبقى معموله ازاي علشان السيستم بتاعنا يكون ريلايبل. وبعدين هنتكلم شويه عن practical considerations، حاجات لازم لما تيجي تطبق تهتم بيها لان هي ممكن تسبب مشاكل لو ما اهتمتش بيها او غطيتها في الطيارة. في الاخر هحط شويه ريفرنسز علشان تجيب معلومات. طيب خلينا نبدا بالانتروداكشن. مبدئيا احنا عندنا ثلاث انواع رئيسيه للطيارات اللي بتكون طيارة، اعتمادا على الكونفيجريشن بتاع الطياره عامل ازاي. اول نوع هو الهليكوبتر، اغلب الناس تعرفها، هليكوبتر عاديه جدا. ثاني نوع هو فيكس وينج، الطياره اللي هي بجناحين. ثالث نوع هو هايبريد، بيجمع خصائص ما بين النوعين اللي فاتوا. خلينا نتكلم اكتر عن ايه خصائص الانواع دي وعلى اساس ايه نقدر نختار النوع المناسب لينا. النقط اللي لازم نبقى فاهمينها هي سرعه الطيران الفلايت سبيد والكفرج، يعني قد ايه الطياره ممكن تغطي مساحه على الارض، والانديورنس المده اللي الطياره تفضل قاعده فيها في الجو، والفي تي او ال اند هوفر، ودي القدره على ان الطياره تعمل اقلاع عمودي وهبوط عمودي وان هي تقف في مكانها في الجو علشان تعمل زي استطلاع. واخر نقطه هي البيلود، وده الوزن اللي الطياره تقدر تشيله وهي طايره. النقط دي مهمه جدا عشان نقدر نحدد النوع اليو بي المناسب للابلكيشن بتاعتنا. طيب خلينا نتكلم عن الهليكوبتر مثلا. الهليكوبتر مقارنه بالفيكس وينج هي الطياره اللي عندها جناحين، الهليكوبتر بتعتمد على الاقلاع الذاتي العمودي، ف بيبقى عندها ليميتيشن الوزن اللي تقدر تشيله، لان عمليه الطيران العمودي والتحليق العمودي دي عمليه inefficient، فبتستهلك فيول كتير، بتستهلك لو اشتغل بالكهرباء بتستهلك بطاريه كتير، وهي inefficient في ان هي تعمل thrust force تقدر تحافظ على ارتفاع الطياره، عشان كده البيلود بيبقى ليميتد، ما تقدرش تحط عليها سنسورز وحاجات كتيره. وفي نفس الوقت كمان بسبب ان التراست اللي بينتجها المحرك بتبقى ليميتد، فبالتالي سرعه الطيران الفلايت سبيد بتبقى قليله، فبالتالي ما بتقدرش تغطي مساحه كبيره على الارض، على عكس الطياره اللي عندها جناحين. اعتماد الطياره اللي عندها جناحين على انتاج التراست هو على السوبر سبيد، ان هي لازم تطير بسرعه كافيه
بحيث ان الجناحين يعملوا فورس كافيه ان هي تحافظ على الطياره طايره، فبالتالي الفلايت سبيد بتاعتها بتبقى اعلى بكتير من الهليكوبتر، وتقدر تشيل وزن اكتر لان عمليه انتاج الثرست عن طريق الجناحات دي افيشنت جدا، ما بتحتاجش مواتير كبيره، وفي نفس الوقت الطياره تفضل قاعده فوق في الجو فتره اطول. بس مشكلتها طبعا هي في الاقلاع العمودي والتحليق العمودي، يعني ما تقدرش تعمل اقلاع عمودي، فبالتالي انت بتحتاج نوع من انواع المدرج علشان الطياره تقدر تجمع سرعه كافيه فتقدر تطير. فعن طريق الميشن بتاعتك اللي بتحاول تعملها بالطياره تقدر تحدد انهي نوع من النوعين دول هيبقى افيد بالنسبه لك. في نوع اخير من الطيارات اللي هو الهايبريد، ده بيجمع ما بين الاثنين، فدي بتبقى طياره عندها القدره ان هي تعمل اقلاع وهبوط عمودي، وبعد ما بتنهي مرحله الاقلاع العمودي بتقوم قلبه تعمل ترانزيشن لفورورد فلايت، بيبقى عندها جناحين وبتقوم عامله دوران 90 درجه فتتقلب في وضع يسمح للجناحات ان هي تنتج ثرست لما تبتدي يبقى عندها سرعه للامام كافيه. فالطيارات دي ممكن تستخدم في كذا ابلكيشن، اللي هي ممكن تكون بتضيع وقت كتير بالنسبه للانسان او فيها خطوره، وساعتها بنستخدم طياره بدون طياره. منهم لاند ماينز زي الحاله اللي عندكم في الكومبيتيشن، ومنهم البحث والانقاذ ومراقبه الحدود، وفي حاجات ابلكيشن كمان في مجال الزراعه. فبالنسبه للكومبيتيشن اللي عندكم انا كنت بصيت على الرول شويه، وبالنسبه للسايز بتاع الفيلد اللي انتم شغالين عليه اظن افضل نوع ليكم هيبقى الهليكوبتر كاتيجوري، وده النوع اللي هنركز عليه اكتر في بقيه المحاضره. طيب خلينا نركز اكتر على الهليكوبترز دلوقتي. عندنا نوعين رئيسيين، وممكن تحت النوعين دول يجي كذا انواع اكتر. اول نوع هو الكونفنشنال هليكوبتر، ده النوع الهليكوبتر اللي الناس اغلب الناس شافوا قبل كده وبتشوفه على التلفزيون كتير. بيبقى فيه مروحه رئيسيه مساحتها بتبقى كبيره، وفي مروحه في الجيش. بس مشكله النوع ده من الهليكوبتر ان هو في تعقيد في الميكانيكا بتاعته، سبب ان هو بيستخدم بس مروحتين علشان يعمل حركه في الطياره، فبالتالي بيبقى في حاجه اسمها سواش بليت، ده بيبقى ميكانيكال كومبوننت راكب في المروحه الرئيسيه، وده اللي عن طريقه الطيار يقدر يتحكم في الطياره، وده بيبقى فيه ميكانيكال كومبلكس في حاجه. النوع الثاني اللي هو ميكانيكي ابسط شويه، هو فيه اجزاء اكتر، محركات اكتر ومراوح اكتر، بس هو بيبقى بناه والتحكم فيه اسهل شويه. هو المالتي روتور هليكوبتر، الهليكوبتر متعدده المراوح، ودي ميزتها ان هي ممكن تبقى الديزاين بتاعها سيمتريك متطابق. لو عندك اربع مراوح بالشكل ده فيبقى فيها السيمتريه، فبتخلي الكنترول عليها اسهل، وبتبقى ميكانيكيا اسهل ان هي تبن. وده النوع حاليا الاشهر، والناس اكتر بتتجه ناحيه المالتي روتر. والصوره اللي قدامكم دي بتبين كواد روتر، طياره عندها اربع محركات، وده النوع الاشهر. فاحنا هنركز على النوع ده اكتر في بقيه السلايدز، لان النوع ده اسهل كتير في الكنترول ده. طيب دلوقتي هنتكلم بقى شويه كلام نظري عن ازاي الكواد روتور بتشتغل، وازاي نقدر نعمل لها اناليسيس عن طريق المعدات بتاعتها. الجزء ده هيبقى نظري شويه، بس هو مهم علشان نقدر نفهم ازاي الكنترولر بيشتغل بعد كده على الكواد روتور. طيب لو بصيتوا على الرسمه اللي على الشمال، دي الاركتكتشر بتاعت الكواد روتور. فزي ما انتم شايفين في اربع محركات، كل محرك عليه مروحه، عندنا اربع مراوح توتال، والمراوح راكبين على فريم اللي هو بيبقى عامل شكل الزائد او البلاس ده، وكل مروحتين قدام بعض بيلفوا في نفس الاتجاه، وبيبقوا عكس اتجاه الدوران مع المروحتين التانيين. بنعرف فريم بيبقى محطوط في نص الهليكوبتر، ده بيبقى الريفرنس فريم بتاع الكواد روتر،
وبيبقى عندنا فريم تاني على نتعرف على الأرض، مثلا على الكونفيكيشن فيلد اللي احنا شغالين عليه، وده بيبقى الريفرنس فريم بتاعنا على الأرض عشان نقدر نحدد مكان الكواد روتور بالنسبة للفريم ده فين، على بعد مثلا 10 متر في الإكس، 10 متر في الواي، وارتفاعها مثلا 20 متر في الزد، فنقدر نحدد مكان الهليكوبتر فين بالنسبة للفريم اللي احنا حاطينه على الأرض. طيب عشان نقدر نفهم الكواد روتور بتشتغل ازاي، لازم نفهم ان كل مروحة من المراوح بيبقى شغال عليها نوعين من الفورسز الرئيسيين، دول هنركز عليهم. أول نوع هو بيبقى الثراست فورس، وهي فورس بتبقى اتجاهها لفوق، بتحاول إن هي تحرك المروحة لفوق، وده اللي بينتج الثراست كله لفوق. والنوع الثاني هو مومنت عزم، بيتم إنتاجه بسبب إن في دراج على المروحة وهي بتلف في الهواء. طيب والفورس والمومنت دول بيعتمدوا على سرعة الدوران بتاعة المروحة تربيع، وبيبقى فيه constant coefficient بيحدد التناسب قد إيه ما بين الفورس وما بين سرعة الدوران بتاع المروحة. طيب في جدول صغير أنا حاطه، وده بيوضح تغير سرعة الدوران بتاعة المواتير بتأثر إزاي على حركة الكوادروت. فخلينا نبدأ أول حاجة بالرول موشن. الرول مومنت بيبقى حوالين الإكس أكس، ده معناه إن إحنا عايزين نخلق دوران في الكوادروتور حوالين الإكس أكس. طيب ليه ممكن الواحد يبقى عايز يخلق دوران حوالين الإكس أكس؟ تخيل كده إن الأربع مواتير كل موتور بيطلع ثراست فورس لفوق، تخيل إن إحنا عملنا دوران حوالين الإكس أكس شوية، فده هيسبب إن الفورسز بدل ما هي كانت عمودية تماما لفوق هيبقى ليها جزء مايل ناحية اليمين، الجزء اللي مايل ناحية اليمين ده هيسبب الكواد روتور إن هي تتحرك ناحية اليمين. فعن طريق المومنت دي نقدر نخلي الكواد روتور تتحرك في الواي أكسس ناحية اليمين. طيب إزاي ممكن نخلق رول مومنت؟ لو بصيتوا على المحرك 4 و2، لو زودنا سرعة 4 وقللنا سرعة 2، ده معناه إن 4 هينتج ثراست أعلى لفوق، 2 هينتج ثراست أقل، فده هيسبب عدم اتزان في الفورسز حوالين الإكس أكسس، وهيسبب دوران حوالين الإكس أكسس، وده هيسبب حركة الرول. طيب ليه لازم نزود 4 ونقلل 2؟ ليه ما نزودش بس 4 وده هيعمل نفس النتيجة، هيسبب عدم اتزان في الفورسز؟ الفكرة كلها إن إحنا عندنا حركة دوران حوالين الزد أكسس، سبب إن في اتزان في سرعات المواتير الأربعة، فهم بيكنسلوا العزم اللي حوالين الزد أكسس، وده بيخلي الكواد روتور تبقى ثابتة وما تدورش حوالين نفسها. لكن اللي هيحصل لو أنا زودت 4 من غير ما أقلل 2، فده معناه إن أنا عملت عدم اتزان ما بين الأربع مواتير كلهم مع بعض، وده هيسبب الحركة اللي بتسمى سبين في الكواد روتور، هتبتدي تعمل دوران حوالين نفسها، ودي حركة مش كويسة، وصعب بعد كده تعمل صعوبات في الكنترول. فدايما لما نعوز نعمل رول مومنت لازم نزود 4 ونقلل 2 عشان نحافظ على الاتزان ده. طبقنا نفس المبدأ على البيتش. البيتش ده هو الدوران حوالين الواي اكسس، والهدف منه ان انا لما اخلق دوران اقدر اخلي الكواد روتور تتحرك في اتجاه الاكس اكسس، وده عن طريق ان انا ازود موتور واحد واقلل 3 بنفس الفكرة. طيب خلينا نتكلم بقى على الحركة الثالثة، العزم الثالث اللي هو اليو، وده اللي انا كنت لسه بتكلم عليه، اللي هو السبين حوالين الزد اكسس، ان انا عايز الكواد روتور تلف حوالين نفسها، وده مهم في حاله ان انا مثلا عندي كاميرا باصه لقدام وانا عايز احرك الكاميرا دي بحيث ان هي تستبي في مكان تاني. فعشان اعمل الموضوع ده لازم ان انا ازود الاثنين اللي قدام بعض واقلل الاثنين اللي عكسهم، فازود واحد وثلاثه وقلل 2 و4، فده هيعمل لي سبين في الاتجاه الموجة حوالين الزد اكسس. لو انا عايز اعمل سبين في الاتجاه السالب، او عامل ايه، او معاكس الزيادات، او مقلل 1 و3 وازود 2 و4. طيب ليه بقى بزود 1 و3 واقلل 2 و4؟ ليه دايما لازم ازود واقلل في نفس الوقت؟
في الحالة دي الهدف إن أنا عايز أحاول أحافظ على مجموع السرعات، فأنا بحاول أحافظ على مجموع السرعات بحيث إنه ما يأثرش على الثراست فورس اللي بينتجها لي الأربع مواتير. يعني دلوقتي الأربع مواتير مجموع سرعاتهم بينتج لي ثراست فورس تخلي الكواد روتور تفضل طايرة في الجو. فاللي هيحصل لو أنا قللت 2 و4 من غير ما أزود 1 و3، هيحصل إن الثراست فورس التوتال دي هتقل، وده هيخلي إن الكواد روتور تفقد بعض الارتفاع بتاعها، فبالتالي لازم أزود وأقلل في نفس الوقت. طيب الفورس الأخيرة اللي ممكن نتحكم فيها عن طريق سرعات المواتير هي التوتال ثراست فورس، ودي الفورس العمودية اللي بتسبب بتحكم في الارتفاع بتاع الكواد روتور. فلو أنا عايز أزود الثراست فورس خلي الكواد روتور ارتفاعها يزيد، لازم أزود الأربع مواتير كلهم في نفس الوقت علشان ما أسببش أي عدم اتزان يخلق لي دوران في الكواد روتور. طيب السلايد دي فيها شوية معادلات بس ممكن مش هركز عليها قوي، بس المهم نفهم المغزى وراها. أول معادلة دي بتوصف الداينامكس بتاعت الدوران بتاعت الكواد روتور. يعني لو أنا عرفت المومنت ام اللي هو العزم اللي عندي نتيجة لسرعات المواتير بتاعتي، أقدر أعرف سرعة الدوران بتاعت الكواد روتور ضد الزمن تبقى قد ايه. والمعادله الثانيه بتوصف الحركه بتاعت الكواد روتور في الاكس والواي والزد اكسس، يعني المكان بتاع الكواد روتور، لو انا عارف الثراست فورس اللي شغاله على الكواد روتور. وبما ان احنا قلنا في السلايد اللي فاتت ان المومنت والثراست بيعتمدوا على سرعات المواتير، ودي حاجه انا عارفها، فبالتالي انا اقدر احدد الفورسز والمومنتس اللي عندي قد ايه. طيب المهم اللي احنا عايزين نفهمه من الاثنين الكويشنز دول هو حاجه اسمها اندر اكتويشن. اندر اكتويشن دي معناها ايه؟ الكواد روتور بتتحرك في ست ده ثلاث دورانات، ده ثلاث حركات ترانسليشن في الاكس والواي والزد، بس في نفس الوقت عندنا اربع مواتير بس عشان نتحكم في الكواد روتور. فده معناه ان احنا نقدر نتحكم في اربع حركات بس اندبندنت في نفس الوقت. فيما معناه مثلا انا لو عايز الكواد روتور تتحرك قدام اتجاه الاكس اكسس، ما ينفعش ان انا اخليها تميل لورا، فما ينفعش ان انا اتحكم في الحاجتين دول اندبندنت في نفس الوقت، في واحده بتعتمد على الثانيه، وده اسمه اندر اكتيفيشن. ودي بتعمل صعوبات في الكنترول، وده موضوع هنتكلم فيه في السلايد الجاي. واللي المهم كمان نعرفه هنا ان علشان نقدر نعمل حركه في الاكس او في الواي، ده بيعتمد على الدوران بتاعنا حوالين الاكس وحوالين الواي، فبالتالي الحركه في الاكس والواي بتعتمد على الدوران، وده هيبقى كونسبت مهم جدا هنبني عليه الكنترول بتاعنا في السلايد اللي جايه. طيب اخر حاجه في هتكلم عليها في الموديلنج المعادلات دلوقتي هي الموديل بتاع المحرك. دلوقتي احنا اتكلمنا على سرعه المحرك بس ما اتكلمناش على الانبوت اللي بدخله للموتور. اغلب المواتير اللي بنشتغل عليها كلها بتبقى بالكهرباء، فبالتالي بدخل لها فولتج، وعلى حسب الفولتج اللي انا بدخله الموتور بيلف ويديني سرعه معينه. فانا المفروض ان انا لما اجبني الكواد روتور بتاعتي، لما اجي اختار الموتور واختار المروحه بتاعتي، لازم ان انا اعمل لها الموديل اللي قدامنا ده موديل مبسط فيرست اوردر ومناسب جدا لاغلب المواتير. فالموتور ده الموديل ده بيزكلي بيخلينا نقدر نعرف لو انا دخلت فولتج قد ايه للموتور هيطلع لي سرعه دوران قد ايه. وطبعا في تايم كونستنت ده اللي بيحدد لي الوقت اللي بياخده المحرك علشان يوصل للسرعه المطلوبه، وهنتكلم اكتر عن الموديل ده في السلايد الجاي. طيب علشان نقفل السكشن بتاع الموديلنج ده تماما، خلينا نخرج بقى شويه بره المعادلات ونتكلم على التطبيق العملي. دلوقتي زي ما شفتوا في الايكويشنز اللي كانت عندنا، في بعض الكونستنت اللي لازم نقدر نعرفها،
زي مثلا الكونستنت بتاع الفورس والكونستنت بتاع المومنت والكونستنت بتاع الموتور. الارقام الثابته دي كلها لازم نقدر نحددها علشان نيجي نعمل كنترول للكوادروت بتاعنا. طيب ممكن حد يسال ايه المشكله لو انا ما عملتش موديلنج ودخلت على طول بدات اعمل كنترول؟ المشكله هتحصل ان لو انا ما عنديش موديل اشتغل عليه، مرحله الديفلوبمنت بتاعت الكنترولر هتاخد وقت طويل جدا، لان انا مش عارف انا المفروض ابدا الكنترولر بتاعتي بانهي ارقام للبي اي دي بينز مثلا بتاعتي. انا مش عارف احط البي والاي والدي بكام، فبالتالي الموضوع هيبقى فيه ترايل اند ايرور كتير جدا وهياخد وقت طويل، وممكن يبقى فيه بعض الحوادث للكواد روتر ونخسر بعض الاجزاء من الكواد روتر. فبالتالي النصيحه الافضل هي نبدا دايما بالموديل وبعدين نوصل لمرحله السيستم ايدنتيفيكيشن اللي انا هتكلم عنها دلوقتي. الهدف من السيستم ايدنتيفيكيشن ان احنا نحاول نعرف الكونستنتس اللي عندنا ارقامها في الواقع بكام. بعض الكونستنتس دي نقدر نحددها اكسبيرمنتلي زي الموتور والبروبيلر، الموديل اللي احنا لسه متكلمين عنه من دقيقه. طيب ازاي دي ممكن نعملها مثلا؟ يعني مثلا خلينا نقول مثال، احنا ناخد الموتور بالمروحه بتاعتنا ونثبته على اي قاعده نبنيها، نثبت عليها الموتور كويس ونبتدي ندخل له فولتج احنا عارفينه، نجيب مثلا اي سنسور انفراريد ولا حاجه ويبتدي المروحه تلف وتقطع الانفراريد سنسور، نبتدي ناخد القرايات دي ونعملها بروسيسنج فنقدر نعرف سرعه المروحه لما دخلت لها الفولتج كانت قد ايه. عن طريقه اقدر احدد اعمل، ممكن تستخدموا ماتلاب او سيميلينك او اي تولز عندكم عشان تعملوا فيتنج للموديل الفيرست اوردر ده للداتا اللي عندكم. فماتلاب يقدر يقول لكم الجين والتايم كونستنت بتاعكم كام. طيب في كوفيشنز اصعب شويه في حساباتها زي الايروديناميك كوفيشنز اللي هم بتوع الفورس اللي بيربطوا الفورس والمومنت بتاع الموتور والمروحه لسرعه الدوران بتاع المروحه. دي ممكن نعرفها التجربه بس دي تبقى اصعب شويه، ف لان هي بتحتاج ان احنا نبني جهاز او سيستم يقدر يقيس الفورس ويقيس المومنت اللي على الموتور ونقدر نقيسهم مع سرعه الدوران. يعني احنا سرعه الدوران بنقيسها بانفراريد سنسور بسيطه، لكن الفورس والمومنت عشان تقيسهم محتاجين حاجات اكتر شويه، محتاجين مثلا نجيب فورس سنسور او مومنت سنسور، فمحتاجين نبني حاجه هتبقى اصعب شويه. لو دي مش متوفره بالنسبه لكم ممكن اونلاين، وده ويب سايت هوريه لكم بعد كده، ممكن تخش بتدخله الموتور اللي عندك وبتدخله المروحه اللي عندك وبيقول لك عن طريق الخبره بتاعتهم او بعض المعادلات اللي عندهم بيقدر يقول لك الكوفيشنت بتاعك دول بكام. طيب في حاجات بقى ابسط سهله ان احنا نقيسها بسهوله زي مثلا وزن الكوادروتور، الارم لينث طول الذراع بتاع الكوادروتور من المروحه للسنسر بتاعها السنسر اوف ماس، دي حاجات سهله ممكن نقيسها دي ما فيهاش مشكله. اخر حاجه هي الانيرشيا ماتريكس، وده مهم في المعادلات بتاعت الدوران عشان نقدر نبني الكنترولر اللي بيتحكم في الدوران. الانيرشيا ماتريكس ممكن ان احنا نعمل له تبسيطها بان احنا نفترض ان الكواد روتور مكونه من اشكال بسيطه، يعني مثلا بدل ما اشتغل على الشكل المعقد بتاعها افترض اشكال بسيطه الانيرشيا بتاعتها معروفه وابدا اجمعهم مع بعض في تكنيك معين واقدر ساعتها ان انا اعرف اجيب التوتال انيرشيا قد ايه. وده توبيك سهل جدا هتلاقوه في اي كتب بتاعت موديلنج او داينامكس او كنترول، هتلاقوه مشهور باستفاضه، فبالتالي احنا مش هنحتاج ان احنا ايه نضيع في وقت كتير دلوقتي. طيب علشان نبتدي بقى ننقل على جزء الكنترول، خلينا نتكلم على صعوبه الكنترول او المعوقات اللي هتواجهنا. اول حاجه ان الموديل اللي احنا عملناه ده نون لينير، يعني التحكم فيه هيبقى صعب شويه. طيب نقطه النون لينير دي بنحلها ازاي؟ ان احنا ممكن نعمل لينيرايزيشن، نحول معادلات النون لينير دي للينير حوالين حاجه اسمها الاوبريتنج بوينت. يعني انا بفترض ان الكواد روتر بتاعتي هتشتغل اغلب الوقت حوالين وضع الهوفر اللي هو التحليق وضع مستقيم في نفس المكان، وبالتالي بعمل لينيرايزيشن حوالين الافتراض ده.
تاني معوض هيقابلنا هو الكابلنج، ان زي ما قلت ان الكواد روتور عندها 6 ديجريز اوف فريدم، بتتحرك 6 اتجاهات في نفس الوقت بس عندها 4 مواتير، ودي نقطة هتكلم عنها أكتر لما نيجي نبني الكنترول. طيب خلينا نتكلم شوية عن نقطة اللينيرايزيشن. إيه مشكلة اللينيرايزيشن؟ اللينيرايزيشن بيسهل الموديل جدا وبيسهل جدا عملية بناء الكنترولر، لكن دي نقط ضعف. نقطة الضعف بتاعته هي إن لما الكواد روتور تبتدي تتحرك أو تميل وتبعد عن الأوبريتنج بوينت أو الإيكوليبريم بوزيشن بتاعها، الكنترولر هيبتدي يكون إيه؟ less effective، لأن الموديل مش هيبقى accurate بالشكل المطلوب. بس based on experience وعلى الناس اللي اشتغلت كتير على الكواد روتور، الافتراض اللي احنا عملناه بتاع linearization ده ما بيبقاش في مشكله، طالما احنا مش بنعمل طيران عنيف او بنعمل حاجات اكروباتيه، طالما كله طيران بسيط ما فيهوش مشكله. طيب خلينا ننزل دلوقتي على الكنترول. عندنا الاوتو بايلوت اللي هو التيار الذاتي الاوتوماتيك، في كذا نوع منه اعتمادا على التعقيد اللي احنا عايزين ندخله في الاوتو بايلوت. خلينا نتكلم عن ابسط نوع وهو مانيوال. تقريبا الاوتو بايلوت مش موجود. طيب في الحاله دي احنا بنحتاج تيار معاه ريموت كنترولر. الريموت كنترولر ده التيار بيحرك الـ زي الجويستيكس اللي عنده في الريموت كنترولر، وعن طريق حركه الجويستيك بيدي كوماند في الرول والبيتش واليو مومنت وفي الثراست. يعني التيار بيتحكم في الدوران في اتجاه الرول والبيتش واليو، وبيتحكم في الثراست التوتال بتاع الكوادروت. طيب الاوتو بايلوت بقى بيعمل ايه في الحاله دي؟ الاوتو بايلوت كل اللي بيعمله انه بياخد الاوامر بتاعت التيار دي ويحولها لسرعات للمواتير، ويبعت الكوماند للمواتير بحيث ان هي تحقق السرعات المطلوبه. فده كل دور الكنترولر في الحاله دي، وده بس نوع من الكنترول بسيط جدا، مش محتاج ان انا اعمل لي تيوننج، مش محتاج ان انا اقعد اظبط الكنترولر بتاعي لان هو بسيط جدا ومش محتاج سنسور تقريبا خالص. بس صعب جدا ان التيار يتحكم فيها لان هي عن طريق المومنت، صعب جدا ان التيار يتحكم فيها. هديكم مثال. يعني مثلا تخيل ان التيار حرك الجويستيك بتاعه عشان يخلق رول مومنت، فالرول مومنت هتسبب تسارع في اتجاه الدوران بتاع الرول، فبالتالي التيار لازم اول ما يحرك الجويستيك ويبتدي التسارع ده يحصل لازم يقوم مرجع الجويستيك بتاعه تاني عشان المومنت يبقى زيرو. فلازم التيار طول الوقت يفضل يحرك الجويستيك بتاعته عشان يتحكم في التيار. طيب في نوع معقد اكتر شويه على ليفل شويه في الاوتو بايلوت، وهو انجلر فيلوسيتي ستابيلايزيشن. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا عايزين نثبت سرعات الدوران بتاعت الكوادروتور عن طريق الاوتو بايلوت. طيب في الحاله دي التيار بيعمل ايه؟ بيدخل سرعه الدوران اللي هو عايزها عن طريق الجويستيك بتاعه ويدخل الثراست، فده اسهل شويه من المومنت لانه ما بيبقاش تسارع دلوقتي، التيار مش بيدخل التسارع، التيار بيدخل السرعه، فده ابسط شويه بالنسبه للتيار انه يتحكم فيها. بس ساعتها هيبقى في شويه تيوننج وتظبيط في الكنترولر، لان الكنترولر هياخد الاوامر بتاعت التيار الفيلوسيتي ويحولها لسرعات مواتير المطلوبه. ففي الحاله دي احنا محتاجين سنسور يقيس لنا سرعه دوران الكوادروتر حوالين الفريم بتاعه، والنوع ده من السنسور اسمه الجيروسكوب. طيب خلينا ننقل على نوع اعلى شويه من الاوتوبايلوت، وده اسمه اتيتيود اند هيدنج ستابيلايزيشن. فانا بحاول اثبت الثلاث زوايا بتوع الطياره، الرول والبيتش واليو. ده اسهل شويه من الفيلوسيتي. ليه؟ لان التيار كل اللي بيتحكم فيه دلوقتي هو الانجل بتاعت الرول والبيتش واليو والتوتال ثراست. فده ليه اسهل في الطيران؟ تخيل ان التيار مثبت الجويستيك بتاعه مش شايف على اي حاجه، فده معناه ان الاوتو بايلوت بيحاول يثبت الرول والبيتش واليو على زيرو، يعني بيحاول يخلي ايه الطياره ما تملش قدام او ورا او يمين او شمال، بيحاول يثبتها على الانجلز اللي هي فيها. فبالتالي في تظبيط اكتر محتاجينه للكنترولر، نعمل له شويه تيولينج، ومحتاجين نجيب سنسور اسمه اي ام يو، هنتكلم شويه عنه اكتر. الاي ام يو بيقيس لك سرعه الدوران وبيقيس لك الزوايا بتاعت الكواد روتور. وبالتالي محتاجين بقى ايه شويه بايلوتنج سكيلز عشان التيار برضه محتاج يتحكم في الطياره عشان يتاكد ان هي ايه ما بتتحركش يمين او شمال، لان بسبب النويز والايرورز اللي بتحصل في السنسور الاوتو بايلوت مش هيخليها
100% الانجل زيرو، هتفضل الطياره ايه تتحرك يمين وشمال. طيب النوع الاعلى شويه من الاوتو بايلوت هو فيلوسيتي ستابيلايزيشن، ان احنا نتحكم في السرعات بتاعه الترانسليشن بتاعه الطياره، يعني سرعه الطياره في الحركه مش بس في الدوران. طيب في الحاله دي الطيار بيدخل ايه؟ بيدخل الهيدنج اللي هو عايزه، عايز الطياره تبقى باصه في انهي اتجاه، بيدخل اللينير فيلوسيتي اللي هو عايزه، يعني هو عايز الطياره يبقى عندها سرعه في الاكس اكسس قد ايه، في الواي اكسس قد ايه. فالكوماند دي اسهل للطيار جدا ان هو يطير بيها الطياره، كل اللي محتاج يعمله انه يزق الجوي ستيك قدام، الطياره هتمشي بسرعه قدام متناسبه مع زقته للجوي ستيك، فده اسهل في التحكم. بس من ناحيه الكنترولر، الكنترولر بيبقى اصعب شويه، محتاجين له تيوننج اكتر، ومحتاجين نركب جي بي اس على الكواد روتور عشان يبص لنا سرعتها قد ايه. والبايلوتنج سكيلز بتبقى اقل شويه، لان الطيار مش بيتحكم بقى في الزوايا، كل اللي الطيار بيتحكم فيه هو ايه؟ الفيلوسيتي. فالطياره بتبقى ستيبل من غير ما الطيار محتاج يعمل اي حاجه. بس لسه محتاجين طياره برضه يتحكم فيها، لان هي بسبب النويز والدريفت بتاع السنسور اللي بيحصل ان الطياره بتبتدي ايه؟ تتحرك برضه ايه؟ يمين وشمال. طيب النوع الاعلى منه في الاوتو بايلوت هو الواي بوينت فولوينج، وده التيار بيتحكم ساعتها، التيار تقريبا ملوش لازمه خالص. ساعتها بيبقى التحكم عن طريق حاجه اسمها جراوند كنترول ستيشن، ودي محطه التحكم اللي على الارض بتاعتنا، اللي هو الكمبيوتر مثلا او اللابتوب بتاعنا اللي احنا بنتحكم فيه في الهليكوبتر. فعن طريق الانترفيس اللي احنا عاملينها، وده هنتكلم عنه اكتر شويه، نقدر نبعت الكواد روتر البوزيشن المكان اللي احنا عايزينه في الجي بي اس، والكواد روتر تروح له. فبالتالي في الحاله دي بيبقى في شويه تيونز اكتر، بنحتاج جي بي اس وبنحتاج سنسور اسمه بارامتر، وده سنسور بيشتغل بضغط الجو وبيقيس ارتفاع الطياره. وفي الحاله دي بنحتاج الطيار بس لان هو يعمل لنا ايه؟ تيك اوف ولاندنج للطياره. النوع اللي اعلى بقى شويه ان احنا نعمل اوتوماتيك تيك اوف، يعني نعمل الكنترول سيستم بحيث انه يقدر يعمل تيك اوف بالطياره. وده طبعا ايه؟ بيحتاج في صعوبات اكثر شويه في الكنترول. النوع الاخير هو اوتوماتيك لاندنج، بقى الطياره تعمل تيك اوف وتعمل لاندنج لوحدها عن طريق كوماندز احنا بنبعتها لها بالكمبيوتر. وده النوع ده مش محتاجين بقى تقريبا خالص اي نوع من انواع البايلوت، يبقى موجود طيار مساعد مش محتاجين. بس ده بيبقى طبعا ايه؟ دي صعوبات كتيره جدا في الكنترول. النوع اللي احنا هنركز عليه في باقي السلايد هو الواي بوينت فولوينج، ان انا ابعت للكواد روتور بوزيشن مكان وهي تروح له. وده النوع المطلوب عشان تقدروا تعملوا اوتونومي اكتر للكواد روتور، عشان تقدروا تخلوا عندكم حاجات اوتوماتيك اكتر. يعني مثلا في المسابقه بتاعتكم انتوا عايزين تعملوا فاست بلاننج، تعملوا تخطيط للمسار اللي هتمشي فيه الكواد روتور، عايزين تاخدوا صور، عايزين تاخدوا نظر عن الابلكيشن، على الاقل هتحتاجوا يبقى عندكم الواي بوينت فولوينج كنترول. فهنركز اكتر على النوع ده من الاوتو فايل بقيه السلايد. طيب خلينا بقى نتكلم اكتر دلوقتي عن التفاصيل بتاعت الكنترول. زي ما اتفقنا احنا هنعمل لينير كنترول، هنستخدم بي اي دي كنترول، وهنستخدم الموديل بتاعنا اللي احنا عملنا له لينيرايزيشن. طيب هنعمل حاجه اسمها كاسكيدد كنترول اركتكتشر. يعني ايه كاسكيدد كنترول؟ يعني اللوبس بتاعت الكنترولر بيبقوا داخلين جوا بعض، ودي هشرحها اكتر في السلايدز اللي جايه. طيب بالنسبه للكنترولر، الاوتبوت اللي الكنترولر هيطلعها هتبقى المومنت والفورس زي ما اتفقنا. طيب والاوتو بايلوت هيقوم محول الفورسز والمومنت دي لسرعات المواتير، زي ما انا ما وضحت قبل كده عن طريق ايه؟ العلاقه ما بين المومنت وسرعه المواتير تربيع. طيب ده بالنسبه للاوتبوت اللي هيطلع من الكنترولر. ف خلينا نتكلم بقى عن حاجه اسمها الانر لوب والاوتر لوب. بسبب الاندر اكتويشن اللي قلنا عليه، بنحتاج ان احنا نعمل انر لوب وبعدين نعمل اوتر لوب، يعني يبقى عندنا كنترول لوب داخلي ويبقى فيه كنترول لوب حواليه.
طيب الكنترول لوب الداخلي ده هيعمل ايه؟ الكنترول لوب الداخلي هيتحكم في الدوران بتاع الكوادروس، الكنترول لوب الخارجي هيتحكم في البوزيشن بتاعها مكانها. فبالتالي لو انا مثلا عايز الكوادروتور تتحرك 10 متر في اتجاه الاكس اكسس، اللي هيحصل ان الاوتر لوب كنترولر اللوب الخارجي هيقول للكنترول لوب الداخلي انا عايز زاويه 10 ديجري بحيث ان الكوادروتور تتحرك في الاتجاه اللي انا عايزه. هذا الهدف من ان احنا ايه نعمل نيستنج او نعمل زي ندخل الكنترول لوبس جوه بعض، والاركتشر دي انا هشرحها اكتر في السلايد الجاي. طيب علشان لو الناس بدات تفكر شويه في الكنترول دلوقتي هيبقى عندهم بعض التساؤلات، مثلا الجي بي اس سنسور اللي بيحدد لنا البوزيشن ده بيديني خطوط طول وعرض وارتفاع، ازاي انا احول دول لميتر بحيث ان انا اقدر اقول للكوادروتر اتحركي لي مثلا روحي لي في نص الفيلد بتاعي عشان اللاند ماين، اقول لها مثلا اتحركي 10 متر في 10 متر. ازاي بقى بنعمل التحويله دي؟ بنستخدم حاجه اسمها ميركاتور بروجكشن، وده ممكن تلاقوه على ويكيبيديا او على جوجل. معادلات بسيطه جدا بتدخل لها خطوط الطول والعرض بتاعتك من الجي بي اس، وبتدخل لها الريفرنس بوينت بتاعتك بالجي بي اس، تقول لها دي الريفرنس بوينت بتاعتي، وهي هتقول لك ال 10 او ال 20 متر دول هيبقى مكانهم فين خطوط طول وعرض. طيب اللي منكم استخدم جي بي اس قبل كده هيعرف ان الجي بي اس ده سنسور مش اكيوريت، يعني مبدئيا بيبعت لي ابديت او يعمل ريفرش كل ثانيه، وفي حاجات موديل ثانيه كل 10 ثواني، وكمان بيبقى فيه ايرور كبير ممكن يوصل ل 15 متر. طيب تخيل ان انا اصلا الفيلد بتاعي 20 متر في 20 متر، وبعدين الايرور بتاعي 15 متر، طب ازاي هقدر اطير الطياره فوق الفيلد؟ الفكره ان احنا بنستخدم حاجه اسمها انيرشال نافيجيشن سيستم اي ان اس. الاي ان اس ده بيستخدم الجي بي اس وبيستخدم الاي ام يو السنسور اللي عندي ان هو يعمل لي بوزيشن افضل شويه، استيميشن افضل شويه. وده بيستخدم كتير جدا في الكوادروتور، وده توبيك لوحده كبير جدا فمش هنخش فيه كتير. دي حاجه لازم تحطها في حسابكم لما تيجوا تشتغلوا، لو لقيت ان الايرور بتاع الجي بي اس معاكم كتير شويه هتحتاجوا ان انتوا تقروا اكتر شويه عن الاي ان اس، وده في حاجات ليه اوبن سورس كتير موجوده ممكن تستخدموها على طول ما فيهاش مشكله. طيب الكاسكيد كنترول اركتكشر اللي انا كنت بتكلم عنها هي موجوده دلوقتي في الشكل اللي قدامكم، وده بيوضح اكتر اللي انا شرحته بشكل على فيجر عشان يبقى واضح بالنسبه لكم ايه اللي بيحصل. لو بصيتوا على اليمين احنا عندنا الكوادروتور وفي شويه ديستربنس مثلا بيبقى داخل لها شويه هواء اي حاجه زي كده. الكوادروتور عليها اربع مواتير فبتبقى متوقعه كانبوت اربع سرعات للمواتير، وزي ما اتفقنا احنا ان عندنا موديل بيربط سرعه الموتور بالفولت اللي انا المفروض ادخله للموتور، فده ما فيهوش مشكله. طيب لو بصيتوا هتلاقي ان احنا عندنا في الليفل اللي بعده ثلاث بلوكات كنترولر، اتيتيود هيدنج اتيتيود. اتيتيود ده اللي هو ايه الدوران حوالين الاكس والواي، هيدنج ده الدوران حوالين الزد اللي هو الاتجاه او الاورينتيشن بتاعي، والالتيتيود ده الارتفاع. ف الكنترولرز دول بيطلعوا لي اربعه انبوت اللي هم يو 1 يو 2 يو 3 يو 4 اللي قدامكم، ودول بيبقوا زي ما اتفقنا ثلاثه منهم مومنت عزم وواحد منهم فورس. بعدين بيجي البلوك اللي اسمه روتور سبيد كالكوليشن بيقوم واخد الفورس والمومنت اللي عندي دي ويحولها لايه؟ لسرعات الدوران المطلوبه عن طريق المعادلات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. طيب ده اسمه بقى ايه؟ الانر لوب، ده الكنترولر اللوب الداخلي. نطلع بقى لللوب الخارجي هتلاقوا عندنا حاجه اسمها ايه؟ بوزيشن كنترولر. البوزيشن كنترولر ده بياخد اكس وواي ديزاير، يعني انا عايز الطياره تتحرك لاني اكس وواي بوزيشن، وبياخد الزد الديزاير ارتفاع الطياره يبقى قد ايه، وبعدين الكنترولر ده بيقوم مطلع لي بقى ايه؟ الديزاير رول اند بيتش انجل، يعني هو عايز الطياره تميل قد ايه قدام ويمين بحيث ان هي ايه؟ توصل لي للبوزيشن المطلوب. وممكن نزود بلوك زياده اسمه نافيجيشن بلانر. النافيجيشن بلانر ده ممكن يكون عامل لي فاس محدد مسبقا الكوادروتر، وده اللي هيطلع لي ايه؟ الديزاير اكس اند واي، ده اللي هيقول لي الطياره المفروض تبقى فين؟ مثلا بعد 10 ثواني بعد 20 ثانيه. فده الاركتكتشر العام او الشكل العام للكنترولر اللي المفروض تعملوه على الكوادروتر. طيب خلينا
نوضح اكتر شويه ازاي الكنترول انبوت بتاعنا اللي هو U1 U2 U3 U4 بيتربط بالروتور سبيد. زي ما انتم شايفين هنا انا حطيتها في شكل مصفوفه علشان تبقى اسهل بدل ما نقعد نكتب معادلات كتيره. وزي ما انتم شايفين كلها مربوطه عن طريق الكي اف والكي ام، دول اللي هم الثوابت بتوع الفورس والمومنت اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده. وزي ما انتم شايفين لو عملنا انفرس للمصفوفه اللي فيها كي اف وكي ام وديناها في ناحيه الشمال وعملت سكوير روت، ساعتها هقدر احدد السرعات بتاعت المواتير بتاعتي given الكنترول اوتبوتس اللي هم U1 U2 U3 U4. فالكنترول الام يطلع لي اليوهات دي، انا عامل انفرجن للمصفوفه واطلع ايه سرعات المواتير المطلوبه. بس في حاجه لازم نخليها في بالنا، ان احنا شغالين على لينيرايز سيستم، فبالتالي سرعات المواتير اللي طالعه لي دي سرعه الموتور المطلوبه كامله دي دلتا سرعه الموتور. يعني لو انا طلع لي مثلا سرعه الموتور المطلوبه من المعادله دي طلعت لي مثلا 20 ار بي ام، ده مش معناه ان انا عايز المواتير تلف 20 ار بي ام، ده معناه ان انا عايز المواتير تلف 20 ار بي ام زياده على لفتها الرئيسيه. لفتها الرئيسيه دي بنحددها ازاي؟ دي بنحددها لما بنيجي نعمل لينيرايزيشن حوالين الهوفر بوينت بتاعتنا او الاكوليبريم بوزيشن. طيب ودي بنعرفها ازاي؟ دلوقتي انا قلت ان الهوفر بوزيشن بتاعي هو البوزيشن اللي الطياره فيه ثابته في الجو ومش بتتحرك، فبالتالي انا محتاج سرعات المواتير تبقى كافيه بحيث ان هي تقدر تشيل وزن الكوادروتور. بالتالي لما اوزن الكوادروتور بتاعي وابقى عارف الوزن بتاعها هقدر احدد كل موتور المفروض يعمل سرعه كام علشان نخلي الكوادروتور في الاكوليبريم. وبالتالي دي بنسميها الاوميجا نود، دي السرعه بتاعت الاكوليبريم اللي انا ببتدي اقوم مزود عليها السرعات اللي انا بطلعها من الكنترولر بتاعي. ودي نقطه مهمه جدا لازم تخلوها في بالكم علشان دي بتعمل لكم مشاكل لو نسيتوا ان انتوا تحطوها في الكنترولر بتاعك. طيب انا اتكلمت دلوقتي على الكنترول اركتكشن عامه شكلها ايه، اتكلمت على ازاي بنحول المومنت والفورس لسرعات المواتير، واتكلمت على اللينيرايزيشن والايكوليبريم بوزيشن وان احنا نجمع سرعه الموتور اللي احنا شغالين عليها النود الاوميجا نود. طيب خلينا دلوقتي نتكلم على بقى الكنترولر نفسه شكله ايه، اللي هو الكنترولر مثلا اللي بيتحكم في الرول انجل، ده الانر لوب كنترولر. طبعا احنا اسهل حاجه ممكن نشتغل بيها هي البي اي دي كنترولر، فبالتالي الكلام ده هينطبق على اي كنترولر موجود على الكوادرو، رول بيتش يو بوزيشن اكس بوزيشن واي بوزيشن زد، كلهم هيبقى ليهم ايه نفس الشكل المجمل. طبعا انتوا ليكوا الحريه لو مش عايزين تشتغلوا بي اي دي عايزين تشتغلوا حاجات معقده اكتر ده اوبشن برضه موجود مفيش مشكله. طيب زي ما انتم شايفين احنا هنا برضه عاملين ايه حاجه اسمها فيدباك فيلوسيتي ستابيلايزيشن، ده بيساعد ان احنا نتغلب على الديستربنسز اللي موجوده. لو في مثلا شويه رياح او حاجات زي كده الكنترولر ده بيبقى عنده القدره انه يعمل ريجكشن للكلام ده كله، فبالتالي بيبقى الكنترولر ده لو خدتوا بالكم عندنا تو بلوكس للكنترول، رول ريت ورول كنترول. رول ريت كنترول ده بيتحكم في سرعه الدوران، الرول كنترول بيتحكم في انجل الدوران. فبالتالي اللي بيحصل ايه ان انا بدخل فاي ديزاير، انا عايز انجل دوران قد ايه، وبعدين الاي ام يو السنسور بيقيس لي الانجل بتاعتي قد ايه، فيبقى عندي ايرور، بدخل الايرور على الرول كنترولر بتاعي اللي هو بي اي دي، وبعدين الرول كنترولر هيطلع لي سرعه الدوران المطلوب قد ايه عشان اقلل الايرور. سرعه الدوران هتخش لي على البلوك اللي بعده هتطرح منها سرعه الدوران الحقيقيه للكوادروتور، ودي بيقيسها لي الجيروسكوب هيطلع لي ايرور، هدخل الايرور على الرول ريت كنترول الرول ريت كنترولر وده بي اي كنترولر. البي اي كنترولر ده هيطلع لي ايه؟ اليو 2 اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي العزم بتاعي اللي يقلل لي الايرور في سرعه الدوران. وبعدين هقوم ده احوله لسرعه المواتير المطلوبه وابعته للكوادرو. وطبعا السايكل دي بتفضل ايه؟ تتعاد بفريكونسي عاليه بحيث انه ايه؟ يتحقق الاستابيلايزيشن في الكوادرو. وطبعا انا حطيت لكم المعدات تحت بتاعت الكنترولر عامله ازاي بي اي دي وبي اي للتذكره مش اكتر. وفي ملحوظه مهمه لو خدتوا بالكم الكنترولر اللي هو الرول ريت كنترول انا عامل له بي اي مش دي. ليه؟ لان انا لو حطيت له دي تيرم دي هنا هيسبب امبليفيكيشن للنويز،
السنسورز اللي موجوده عندنا على الكواد روتور نويز جدا بسبب الفايبريشنز بتاعت الكواد روتور. فبالتالي لو انا عملت لها ديفرنشيشن اللي هيحصل ان هي هتعمل لي نويز عاليه جدا، وده ممكن يعمل لي انستابيليتي في الكواد روتور. فبالتالي بنتفادى الديريفاتيف كيرف في الرول ريت كنترول. لكن لو بنشتغل على الرول كنترول ممكن نحتفظ بالديريفاتيف كيرف عادي جدا، لانه الديريفاتيف كيرف بيشتغل على سرعه الدوران، وسرعه الدوران بيقيسها لنا الجيروسكوب كده. لكن لو انا اشتغلت على الرول ريت كنترولر وحطيت ديريفاتيف كيرف، ده انا معناه ان انا محتاج التصارع بتاع الدوران، التصارع بتاع الدوران مش عندي، ما عنديش سنسور بيقيسه، فمحتاج ان انا اعمل ديفرنشيشن للجيروسكوب، وده هيسبب لي نويز عاليه جدا. طيب طبعا زي ما انتم عارفين، بس للتاكيد، لما بنيجي نعمل تيوننج للكنترولر في ار جي بي، دول اللي احنا بنبتدي ايه نلعب فيهم بحيث ان احنا نوصل للبرفورمانس الاداء المطلوب للكوادرو. طيب طبعا احنا قلنا اهميه ان احنا يبقى عندنا موديل كويس علشان نقدر نشتغل على ماتلاب او سيمولينك، ونقدر نحط الموديل الكنترولر دي عليها ونعمل تيستنج للكنترولر بتاعنا اوف لاين من غير ما نشتغل على الكوادرو الحقيقيه، ونقدر ان احنا نعمل اوف لاين تيوننج، نعمل تيوننج على ماتلاب وسيمولينك ونظبط شكل الريسبونس بتاعنا، وبعدين نروح نجربه على الطياره. فبالتالي الديفلوبمنت تايم يبقى اقل شويه، لان انا لما اجي اعمل له بقى انترمنتيشن على الطياره هبتدي اظبط حاجات ايه بسيطه، انا اطلع ازود شويه اقلل شويه، بس عندي نقطه بدايه كويسه جدا. وفي اغلب الاحوال لو الموديل بتاعكم كويس ممكن الكنترول لو بتاعكم يشتغل من اول مره، بس هيحتاج شويه تظبيط، يعني هيخلي الطياره تسير بس هيحتاج شويه تظبيط، بحيث انه يبقى مثلا اسرع شويه الريسبونس بتاعه، يعمل مثلا دامبنج اكتر شويه، لو الايرور عالي شويه نقلله، بس جنرالي البرفورمانس بتاعه هيبقى مقبول. طيب خليني اعدي بقى شويه ملاحظات اخيره عشان نقفل قسم الكنترول، والملاحظات دي عمليه اكتر شويه. طيب احنا اتكلمنا عن الانر لوب والاوتر لوب. لازم تاخدوا بالكم ان الانر لوب لازم الباند ويث بتاعه يكون عالي، يعني لازم ان انا لما اعمل امبلمنتيشن للكنترولر بتاعي على المايكرو كنترولر لازم ان انا اشغله بفريكونسي عاليه من 100 ل 300 هرتز تقريبا على حسب الخبره. لازم الفريكونسي تكون عاليه ليه؟ لان احنا السيستم عملنا له لينيرايزيشن، فبالتالي كل ما الفريكونسي بتاعتك ما تبقى اعلى كل ما اللينيرايزيشن ايرور بيبقى اقل. وكمان كل ما الفريكونسي هتبقى اعلى كل ما معناه ان الديستربنس ريجكشن بتاعه يقدر يتغلب اكتر على الرياح، يبقى الديستربنس ريجكشن بتاعه هيبقى افضل شويه. ومعناها كمان ان الاوتر لوب كنترول لما يجي يشتغل مع الانر لوب، الانر لوب هيبقى سريع كفايه انه يوصل الكوادروتور للدوران اللي بيطلبه الاوتر لوب، فدي حاجه مهمه جدا. طيب خلينا نتكلم اكتر على التيونينج. لما تيجي نعمل تيونينج، نعمل تيونينج لمين الاول لاني كنترولر؟ بنبدا الاول بالانر لوب الدوران، نظبطه الاول وبعدين نروح نظبط البوزيشن، لان الانر لوب كنترولر ده اهم واحد، لان ده اللي بيخلي الكوادروتور ستيبل. لو الدوران بتاع الكواد روتور مش ثابت مش ستيبل، ده معناه انه هيبقى عندي مشكله كبيره جدا. طيب في حاجه مهمه قوي اسمها كنترولر اوتبوت ساتوريشن. ده معناه ايه؟ احنا زي ما اتفقنا ان احنا عملنا لينيرايزيشن، فبالتالي ما ينفعش ان انا اخلي الكواد روتور تعمل دوران بانجلز عاليه، يعني ما ينفعش اخلي الكواد روتور تعمل لي دوران زاويه 45 درجه، لان ده معناه ان الكواد روتور هتخرج بره الافتراض اللي انا عملته بتاع اللينيرايزيشن. فبالتالي لازم اعمل ساتوريشن اشباع للكنترول لوب الخارجي، يعني لو انا اديت للهليكوبتر مكان على بعد 100 متر، فده معناه ان الايرور بتاعها هيبقى كبير قوي، فبالتالي بسبب الكي بي تيرم اللي موجود في الكنترول لوب الاكشن اللي هتطلع من الكنترولر هتبقى كبيره قوي، فالكنترولر هيطلب انجل كبيره جدا من الكواد روتور بحيث ان هي تتحرك بسرعه قوي لقدام. الانجل دي لازم اعمل لها ساتوريشن اشبعها، ما اخليهاش تزيد عن 15 ديجري 20 ديجري كتير قوي، بحيث ان انا افضل دايما هو اللينير رينج. فدي نقطه لازم تاخدوا بالكم منها جدا. طيب بما ان احنا اتكلمنا على الاشباع او الساتوريشن، لازم نتكلم على حاجه اسمها انتجريتور وايند اب. دي نقطه مهمه جدا عمليا، يعني دلوقتي تخيلوا معايا السيناريو ده، تخيلوا ان احنا حطينا بوزيشن على بعد 100 متر، فبالتالي الايرور زي ما اتفقنا هيطلع كبير، هنعمل اشباع للانجل دي، هنثبت مثلا على 10 ديجري، الكنترولر عايز 45 بس احنا هنبعت 10 بدل 45. فاللي هيحصل ان نتيجه لان احنا عندنا انتجريتور ترم في الكنترول لوب،
فالانتجريتور عمال يعمل ايه؟ عمال يجمع الايرور، عمال يزود وايه ويجمع في الايرور. فاللي هيحصل انه بسبب ان الكواد روتور احنا مخلينها تمشي بالراحه، مدينها 10 دوران بس، فالايرور هيفضل يكبر بسرعه جدا. كل ما الايرور هيكبر كل ما الكنترول ايكول هيكبر، يعني كل ما الكنترولر هيعوز يدخل انجل اعلى وانا هفضل اشبعها عند 10 ديجري. طيب تخيل بقى الكواد روتور ماشيه بانجل دوران 10 وهتوصل للنقطه اللي على بعد 100 متر. طيب اول ما هتوصل للنقطه دي الايرور هيبتدي ايه؟ يقل. فبالتالي الزاويه اللي طالبها الكنترولر المفروض تقل، بس نتيجه لان الانتجريتور بتاعنا قاعد عمال يجمع 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 في الايرور لحد ما زاد جدا، فاللي هيحصل ان الانجل اللي طالبها الكنترولر لسه هتفضل ايه؟ عاليه. فده هيسبب اوفر شوت بسبب ان الانجل عاليه، اللي هيحصل ان الكوادروتور هتعدي النقطه اللي انا محددها لها عشان الايرور يبقى نيجاتيف. فالايرور لما يبقى نيجاتيف يبتدي يقلل في الانتجريتور تيرم، فيبتدي ايه؟ يرجعها لي تاني، تفضل تاوسيليت رايح جاي حوالين النقطه دي لحد ما تثبت عندها. فبالتالي بنحتاج نعمل حاجه اسمها ايه؟ انتجريتور انتي وايند اب. ده معناه ايه؟ انه لما الاقي ان انا حصل عندي اشباع في الكنترول بقوم حاطط الانتجرال تيرم الكي اي احطه في زيرو. ده معناه ان انا مش عايز الانتجريتور دلوقتي، ده معناه انا عايز الانتجريتور يشتغل بس لما ابتدي اقرب من النقطه بتاعتي اللي انا عايزها للنهايه عشان يحقق لي زيرو ستيدي ستيت ايرور، يوصل لي للنقطه اللي انا عايزها بالظبط، بس انا مش عايزه يعمل لي اوفر شوت، عشان كده بعمل له ايه؟ الانتي وايند اب. دي نقطه مهمه جدا لما تيجوا تطبقوا عمليا. طيب بما ان احنا اتكلمنا على التيوننج، كان لازم اقول ان احنا لما تيجي تعمل تيوننج لازم تحتاج واحد زي تغير الكوادرو باستخدام الريموت كنترولر، علشان ده هيساعدك في التيوننج. لما تبتدي انت تزود الكي بي والكي اي والكي دي وتبتدي تلعب فيهم لازم يبقى عندك ايه؟ بايلوت قاعد جنبك للسيفتي، علشان لو حصلت اي حاجه غلط البايلوت يقدر يعمل اوفر رايد ويتحكم في الكوادروتر ما تحصلش اي مشاكل. طيب اخر نقطتين عايز اتكلم فيهم هي السنسيتيفيتي بتاعت الكنترولر بتاعنا. الكنترولر بتاعنا سنسيتيف قد ايه للفاريشن للتغيرات؟ يعني هيحصل انه عندكم ان انتم مثلا في وقت المسابقه وحصلت اي مشكله وعايزين مثلا تغيروا حاجه في الكوادروتر بتاعكم، عايزين تشيلوا سنسور وتحطوا سنسور جديد، عايزين تزودوا بطاريه، عايزين تعملوا اي حاجه. التعديلات دي ممكن تسبب تغير في الوزن بتاع الكوادروتور او في الانرشيا بتاعته. الاثنين دول لما يتغيروا ده معناه ان الموديل بتاع الكوادروتور اتغير، ده معناه ان الكنترولر اللي انت كنت عملت له تيوننج مش هو نفس الكنترولر دلوقتي لان الموديل اتغير، فمش هيشتغل مش هيديك نفس الاداء. فبالتالي انت لما تيجي تعمل كنترولر لازم تهتم بموضوع السنسيتيفيتي ده، لازم انك تعمل تيوننج كويس ممكن تقلل السنسيتيفيتي لاي التغيرات الخفيفه اللي ممكن تحصل في الكوادروتور اثناء التجربات العمليه. والنصيحه طبعا الافضل ان انت تحاول دايما تثبت الكونفيجريشن بتاع الكوادروتور وما تلعبش فيه كتير، علشان ما تتحطش في موقف ان انت يبقى البرفورمانس بتاعك اقل من اللي انت عملت له بلاننج. اخر حاجه ودي انا اتكلمت عنها بس انا عايز ااكد عليها تاني، هو استخدام الالمنت فلتر للستيت استيميشن علشان البوزيشن بتاعنا يبقى اكيوريت بدل ما نعتمد على الجي بي اس اللي فيه 10 او 15 متر. طيب خلينا بقى دلوقتي نخرج من الكنترول والموديلنج والكلام النظري ده كله وننقل اكتر بقى على ايه؟ التطبيق العملي. احنا دلوقتي فهمنا الكواد روتور ازاي بتشتغل من ناحيه المعادلات وفهمنا ازاي الكنترولر بيتبني، خلينا نعرف بقى الاركتكتشر بتاعنا. الكواد روتور بقى مكونه من طيب اول حاجه عندنا هي اليو اي في، الكواد روتور نفسها اللي هو ايه؟ الفريم في اللاندنج جير اللي الطياره بتنزل عليها. ثاني حاجه هي البروبالشن، قوه الحركه. قوة الحركة بتيجي عندنا من البراشلس دي سي موتور، وده دي سي موتور حاليا هو أشهر واحد في الكواد روتور لأن هو مفهوش براشز فبيبقى الفايبريشن بتاعه أقل وبيقدر يحقق سرعات أعلى وترك أعلى. وبنحتاج كمان البروبيلر المروحة، بنحتاج حاجة اسمها إي إس سي إلكترونيك كنترولر، ده بيحول فولتج سيجنال أنت بتدخلها له أو فولتج موديليشن سيجنال أنت بتدخلها له بيحولها ل كوماند للبراشلس دي سي موتور عشان يحقق لك سرعه الدوران المطلوبه. طيب احنا بقى ازاي بننقي بقى البراشلس دي سي موتور والاي اس سي بتاعتنا والبروبيلر؟ ده نقطه هنتكلم فيها اكتر شويه هديكم ايه الريسورسز بتاعتنا. بس الكلام ده كله موجود اونلاين، يعني انت
بتخش على ويب سايتس اونلاين وبتظبط كل الحاجات دي ما فيهاش مشكله. طيب ايه الباور سورس بتاعنا؟ عاده بيبقى ليثيوم بوليمر باتريز. ليه؟ لان هم دول عندهم هاي باور تو ويت ريشيو، يعني البطاريه بيبقى وزنها صغير وتقدر تديك باور كتير تشغل لك الطياره. لو انت عملت كويس ممكن توصل نص ساعه طيران متواصل باستخدام ليثيوم بوليمر باتريز. طيب خلينا نتكلم عن السنسورز. محتاجين سنسورز ايه علشان نحقق الواي بوينت فولوينج كنترولر اللي احنا اتكلمنا عنه؟ محتاجين اي ام يو، ودي بتقيس لنا سرعه الدوران وبتقيس لنا الزاويه بتاعه الدوران، ودي ممكن تشتريها متوفره. وفي الجي بي اس ده بيدينا خطوط الطول والعرض والارتفاع، وبيدينا كمان السرعه بتاعت الاكس والواي والزد. محتاجين بارامتر او سونار. البارامتر بيشتغل بضغط الجو وبيقيس لك ارتفاع الكوادرات، وده ممكن توصل بيه حد 100 متر شغال مفيش مشكله. هو بيبقى ان اكتيفيت شويه قريب من الارض، بس اول ما بتطلع فوق شويه تطلع متر او اتنين بيبتدي يبقى كويس. فلو انت محتاج تعمل تحليق على ارتفاع منخفض فممكن تحتاج تزود الترا ساوند سنسور سونار او حاجه. ده بيشتغل اكيوريت لحد 5 6 متر، فتقدر تستخدمه لما تيجي تعمل تحليق على ارتفاع منخفض. وفي سنسور ثانيه ممكن بقى تركبها على حسب الابلكيشن بتاعتك، ممكن تحط كاميرا، ممكن تحط ليزر، على حسب انت الابلكيشن بتاعتك. طيب الكنترولر بتاعنا والانترفيسنج والكلام ده كله على ايه؟ محتاج بقى يبقى عندنا مايكرو كنترولر، او لو انت محتاج تحط لوجيك اكتر تعقيدا من المايكرو كنترولر بنستخدم سنجل بورد كنترولر، ده هنتكلم عنه شويه اكتر. ومحتاج عندنا محتاجين كمان يبقى عندنا كوميونيكيشن موديول. موديولز عندنا للتواصل مع الستيشن بتاعتنا اللي على الارض. في حاجتين مهمين جدا ما تنسوهمش. سيفتي بايلوت، محتاج واحد معاه ريموت كنترولر يعمل اوفر رايد عشان لو الكنترولر خرج من السيطره، ولو السيفتي بايلوت ما قدرش يسيطر على الوضع محتاج حاجه اسمها كيل سويتش، زرار تدوس عليه توقف سرعه كل المواتير والكوادروتور تقع من الجو. بس اهم حاجه ما يبقاش في اي خطوره على الناس اللي موجوده حواليك في الكومبيتيشن. طيب انا ذكرت شويه الستيشن اللي احنا شغالين عليها على الارض الجراوند كنترول ستيشن، بس خليني اتكلم اكتر على ايه الهدف منها. اول حاجه مونيتور التليمتري ديتا، ودي الداتا اللي بتبعتها لك الكوادروت. يعني الكوادروت عليها جي بي اس وعليها اي ام يو وعليها بارامتر وعليها كذا سنسور. كل سنسور دي المفروض تبعت لنا داتا على الارض، واحنا نبص على الداتا دي عشان نقدر نمونيتور ونلاحظ الكوادروت بتاعتنا اخبارها ايه، دورانها عامل ازاي، مكانها فين، سرعتها ايه. تاني حاجه بتوضحها لنا هي الهيلث. انا المفروض بيبقى عندي سنسور بيقيس لي الفولتج بتاع البطاريه والكرنت التيار اللي بتنتجه البطاريه، واقدر ابص عليهم عشان اعرف انا قدامي وقت طيران قد ايه، فاقدر ابقى عارف السنسور بتاعي يقدر شغال قد ايه ومحتاج اعمل لاندنج امتى. تاني حاجه بتعمل لنا فيجواليزيشن. دلوقتي لما الكوادروتر بتطير على ارتفاع عالي بيبقى صعب ان انت تشوفها بعينيك وتشوف هي بتعمل ايه. وفي نفس الوقت الارقام اللي بتجي لك على الستيشن دي ارقام ما لهاش شكل عقلك. فبنعمل فيجواليزيشن، بنبني او الجراوند كنترول ستيشن بيبقى فيها موديل موديول كده صغير رسمة كواد روتور، وبتبتدي تستقبل الداتا اللي جايه لك الارقام وتظهرها لك فيجوالي على الشكل الكواد روتور ده، فانت تقدر تشوف كواد روتور بتعمل ايه. في نفس الوقت بيبقى عندك خريطه وبتوضح لك الكواد روتور فين مكانها على الخريطه وايه الهيدنج او الاتجاه بتاعها. ثالث حاجه ودي اهم حاجه للجراوند كنترول ستيشن هي الفانكشن بتاعتها او الجزء التنفيذي فيها، وهو اول حاجه ان هي بتبعت لنا الواي بوينت، تقدر تبعت من الستيشن للطياره البوزيشن فين، انت عايز الطياره تروح فين، تقدر تبعت الارتفاع، انت عايز الطياره تطير على ارتفاع قد ايه، وتبعت لها الزاويه انت عايزها تتجه في انهي اتجاه لو عندك سنسور بيعتمد على الاتجاه. ثالث حاجه واخر حاجه هي ميشن سبيسيفيك، لو انت عندك اي نوع من انواع الداتا عايز تبعتها من الارض للطياره تقع تحت هذا البند. مثلا لو انت بتعمل عندك اي الجوريثم بيعمل بروسيسنج او حاجه ومحتاج تبعت النتائج للطياره، هو ده الجزء بتاع الجراوند كنترول ستيشن. انا حطيت لكم هنا رسمه توضيحيه بوريكم ازاي المكونات اللي انا كلمتها بتتفاعل مع بعض مع كله عشان تقدر ايه تبني كوادروتور. الاركتكتشر دي مش الاركتكتشر الوحيده للكوادروتور، في كذا اركتكتشر ثانيه،
بس دي من اقوى الاركتكتشرز اللي موجوده، لانها فيري فلكسبل وفي نفس الوقت فيري ريلايبل وفيها سيفتي عاليه جدا. خلينا نبص بسرعه عليها. لو انا عندي كاميرات مثلا من فوق، طيب خليني اول حاجه عندك جزء فوق وجزء تحت. الجزء اللي فوق ده اللي هو الجزء اللي في الجو الطياره، الجزء اللي تحت الجزء اللي على الارض المركز بتاعي بتاع التحكم على الارض. خلينا نطلع فوق على الطياره ونبص على الكاميرات. لو انت عندك اي كاميرات كاميرا عاديه او كاميرا ثيرمال حراريه، بيبقى عندك وحده بتبعت انالوج فيديو، والوحده دي بتبعت وايرلس لريسيفر على الارض، وبتوصل بفريم جرابر بيو اس بي على الكمبيوتر بتاعك اللي على الارض، فبالتالي تقدر تعرض الفيديو لايف وهو بيتبعت من الطياره. تاني حاجه عندنا كذا سنسور، عندك البارامتر والستونر والروتور ار بي ام سنسور بيقيس سرعه الدوران بتاعت المحرك، ودي حاجه اوبشنال مش ضروريه، وعندك فولتج وكذا كذا سنسور. كل السنسورز دي كل واحد ليه انترفيس، سواء هتستخدم اس بي اي او سيريال او انالوج على حسب نوع السنسور بتاعك هيبقى ليه الانترفيس بتاعك. كل الاسلاك دي هتتوصل بالمايكرو كنترولر بتاعتك، ونصيحتنا ان المايكرو كنترولر يكون ار كيو اس ريل تايم اوبريتنج سيستم، انك تبقى شغال ايه ريل تايم عشان تقدر تعمل بروسيسنج لكل الداتا في نفس الوقت من غير ما تاثر عليها، لان كل سنسور هيبقى شغال بفريكوينسي معينه، فهتبقى هيصه لازم ان احنا نستخدم ريل تايم اوبريتنج سيستم عشان نقدر نظبط كل الكلام ده. طيب كمان المايكرو كنترولر بتطلع لنا ايه؟ تي دبليو ام بالس ويدث موديوليشن للموتور كنترولر. الموتور كنترولر بيستقبلوا البي دبليو ام ويحولوه للفولتج للمحرك عشان يدينا سرعه الدوران المطلوب. طيب وممكن يبقى عندنا اي موتور تاني متوصل بكاميرا مثلا عشان نقدر نحرك اتجاه الكاميرا او اي سنسور تاني، برضه المايكرو كنترولر هيتحكم فيه. في جزء بقى اسمه زيجبي موديول، ده وايرلس موديول اكيد انت سمعت عنه، بيتوصل ممكن تحطه على الكود روتر ويبقى فيه موديول زيه على الارض شغال على نفس الفريكونسي، وده عن طريق الطياره تقدر تبعت التليمتري داتا اللي هو الدوران والجي بي اس وكل المعلومات اللي احنا اتكلمنا عنها، تقدر تبعتها للجراوند كنترول ستيشن على الارض. واخر حاجه ودي حاجه مهمه جدا، لو بصيتوا على الشمال خالص هتلاقي حاجه اسمها هاند هيلد كنترولر. ده الكنترولر اللي السيفتي بايلوت قاعد ماسكه في ايده، وده شغال بينقل لنا اوامر معينه بتروح للريسيفر على الطياره، والريسيفر ده يقدر عن طريقه نوصله بالمايكرو كنترولر فنتحكم في المواتير. فالهدف من الكونكشن دي ان انت يبقى عندك سويتش في الكنترولر اللي في ايد الطيار، السويتش ده معناه اوفر رايد، فالطيار اول ما يحرك السويتش ده السيجنال تتنقل تتبعت في الجو وتوصل للمايكرو كنترولر على الطياره، فالطياره ديتكت السيستم اللي انت عامله يتكت نقله السويتش دي ويحولك لايه اوفر رايد مود، بحيث ان الطيار يقدر يوفر رايد اي اوامر بتتبعت من المركز التحكم الارضي يتحكم هو في الطياره بحيث انه يعمل لها لاندنج ان كيس في اي مشكله. ولازم تاخدوا بالكم من الفريكونسي سيبريشن، ان احنا كل اي تواصل بيحصل لازم يحصل على فريكونسي باند بتاعته، ما ندخلش الفريكونسيز كلها مع بعض فيحصل عندنا نويز وكروس كوميونيكيشن ما بين الديفايسز فيبقى عندنا مشاكل. طيب كده احنا تقريبا خلصنا جزء بتاع الابستكشن. خلينا نبقى على اخر جزء خالص، وده التراكتيك كونسيدريشنز، حاجات عمليه دي كنتوا بقى ايه لما تيجوا تطبقوا. طيب عندنا احنا دو ات يور سيلف، تبني انت كواد روتر بنفسك، او الاوبشن الثاني انك تشتري ايه كيت جاهزه. طيب لو انت هتبني كواد روتر بنفسك، في توتوريالز كتير اونلاين عن ازاي تبني كواد روتر، بس لازم تاخد بالك من ان انت تستخدم كومبوننتس وزنها خفيف عشان تقدر انك تحط اكتر وزن ممكن على الطياره، وانك تنقي المواتير المحركات بتاعتك والمراوح حجمها مناسب بحيث ان هي تشيل لك الوزن المطلوب، وانك تنقي بطاريه حجمها كويس بحيث انك تحقق وقت الطيران المطلوب، وانك تقدر تظبط توزيع السنسورز وكل الحاجات اللي هتعملها تركبها على جسم الكواد روتر بحيث انك تعمل بالانس ما يبقاش حته اتقل من حته. حاجه مهمه جدا نويز فايبريشن سوبريشن، المحركات دي بتدفع على مثلا 11000 لفه في الدقيقه ممكن اكتر، فده هيعمل لك فايبريشن جامد جدا هزهزه في الفريم بتاع الطياره، وده هيسبب هزهزه في كل السنسور اللي عندك، وده هياثر على السنسور بتاعك، فلازم انك تبتدي تستخدم حاجات مطاطيه وقواعد وورد وحاجات زي كده بحيث انك تعمل توزيع جيد للفايبريشن بتاعك. وطبعا هتضطر انك تبني الكنترولر بتاعك كله من البدايه للنهايه،
وانك تبني كمان الانترفيس ما بين جهاز التحكم اللي على الارض والكنترولر بتاعك اللي طاير في الجو. طيب لو انت اشتريت بقى كيت جاهز، ايه الحاجات اللي انت لازم تخليها في بالك؟ الاوتو بايلوت قدرته ايه؟ انهي نوع من انواع الاوتو بايلوت؟ يعمل لي واي بوينت فولوينج يوصل لي للنقط اللي انا عايزها، ولا بس بيبقى تحكم في الدوران؟ فده ده هيقول لك انت محتاج تعمل شغل على الكنترولر ولا مش محتاج. طيب تاني حاجه تاخد بالك منها، ان الكيت لو انت اشتريتها هتحتاج ساعات تركب كاميرا او تركب حاجات زياده، فهيضطر انك ممكن تعمل ايه؟ شويه تيوننج زياده. النقطه الثالثه المهمه، الاوتو بايلوت اللي انت اشتريته ده اوبن سورس ولا لا؟ يعني هتقدر انك تفتحه وتعدل فيه، تعمل له تيوننج، تغير فيه شويه، ولا مش هتقدر؟ رابع نقطه، الجراوند كنترول ستيشن انترفيس، الانترفيس مع جهاز التحكم الارضي ده جاي جاهز مع الاوتو بايلوت بتاعك ولا انت هتحتاج تبنيه؟ الكيت اللي انت هتشتريها دي، العده، هيبقى فيها وحده التحكم السوفت وير بتاعها جاهز ولا انت هتحتاج تعمل السوفت وير ده؟ ولازم لما تيجي تنقي الكيت، تنقي الكيت تشوف ده تشيل لك الوزن المطلوب وتديك عدد دقائق الطيران المطلوبه، وفي نفس الوقت لازم تاخد بالك من السعر ويا ترى ده متوفر ليك انك تشتروه ولا لا. طيب فرضا ان انت قررت انك تمشي في انك تبني الكوادروتور بنفسك، في كذا لينك انا حطيتهم هنا للناس المهتمه بالموضوع ده، تقدروا تفتحوا وتبصوا عليهم. اول لينك او اول مجموعه من اللينكات هي التراست كالكليتور، ده كالكليتور اونلاين بتدخل له المروحه اللي انت عايز تختارها مع سرعه الدوران اللي انت عايز تلف عليه، وده هيقول لك المروحه دي تقدر تطلع لك عزم او تراست قد ايه، فتقدر تعرف الماكسيمم بيلود او الوزن بتاع الكوادروتور التوتال لازم ما يعديش كام، بحيث انك تقدر ايه تطير بالطياره. ولما تيجي تعمل الحسابات دي ما تخليهاش على الشعر، حط سيفتي مارجن، يعني خلي مثلا وزن الكوادروتور مثلا يبقى 80 85% من توتال الثراست اللي انت بتطلعه، بحيث انك تقدر تتحكم في الطياره كويس من غير اي مشاكل. تاني مجموعه من اللينكات هي للاوتو بايلوت، الطيار الذاتي، دي كلها فري اوبن سورس اوتو بايلوت، كلها موجوده اونلاين تقدر تنزلها وتعمل لها ترننج على المايكرو كنترولر بتاعتك، كلهم اوبن سورس، تقدر تخش وتعدل فيهم وتعدل في البي اي دي كنترولر وفي الجنس اللي انت عايزها. فلو استخدمت دول مش هتحتاج تبني الكنترولر من الالف للياء، هو كنترولر هيبقى جاهز، كل اللي هتحتاج تعمله ان انت ايه تعمل انترفيس، توصل السنسورز بتاعتك في البورت المظبوطه على البنز المظبوطه وتظبط ايه كل الكلام ده. بس دي كنترولر اوبن سورس جاهزه متجربه، وهتلاقي فيديوهات كتير اونلاين عن ازاي تستخدمهم وفيديوهات عمليه تشوف التبريد بتاعتهم عامله ازاي. وانا بالنسبه لي افضل اثنين هم اول اثنين حطيتهم، اردو بايلوت واوبن بايلوت. اردو بايلوت بيشتغل على الاردوينو اللي فيكم استخدمها، فدي متوفره جدا في مصر ومنتشره جدا. اللينك اللي جاي هو الجراوند كنترول ستيشن، ودي فري اوبن سورس برضه تقدر تعدل فيها، اسمها كيو جراوند كنترول، ودي لطيفه جدا، فيها رسمه للكوادروتور بتتحرك على ماب وبتوضح لك الدوران بتاعك، تقدر تشوف وعندها فرصه ان انت تبعت واي بوينت، تبعت اماكن للكوادروتور تتبعت من جهاز التحكم للمايكرو كنترولر اللي على الطياره. وبالنسبه للانترفيسنج، فالكيو جراوند كنترول دي ممكن تعمل انترفيسنج مع الاوبن سورس اوتو بايلوت اللي احنا اتكلمنا عليهم، وفي ناس كتير عملت الموضوع ده، وهتلاقي توتوريالز اونلاين كتير عن ازاي تحقق الانترفيسنج ده. واخر لينك انا حطيته للناس بقى اللي هي بتحب الشغل في ايديها، انت عايز بقى تبني الفريم بنفسك ومش عايز تشتري فريم جاهز، ده توتوريال او جايد عن ازاي انك ممكن تبني الكوادروتور بنفسك، وده شرح تفصيلي كتير جدا وهتلاقوه كويس. فاحب اشكركم ان انتم حضرتوا البرزنتيشن دي واستخدمتوا الاجزاء اللي فيها معادلات كتير، ولو عندكم اي اسئله هبقى سعيد ان انا اجاوب عنها. شكرا يا باشمهندس عمرو على المحاضره الجميله. وشباب لو عندكم اي اسئله يا ريت تكتبوها في الكيو اند اي. لو حد عنده اي سؤال يا ريت تكتبوها في الكيو اند اي. هو في واحد كان فاكر كان قال في سؤال كان موجود دايركشن، كان في واحد كتب من زمان كان بيسال، كان في سؤال من محمد رمضان بيقول ليه الثراست فورس اتجاهها لفوق لما المروحه بتلف؟ سبب تفاعل الهواء مع شكل المروحه الايروديناميك ده
بيحصل ان بيمسك فورس اتجاه الفوق، ودي اللي بتخلي المروحه تطلع تتحرك لفوق. وكان في سؤال تاني عن السوبر سكريبت انا بستخدمه في المعدات اسمه ايه؟ انا دي طريقتي في كتابه المعدات، انا بحب احط ده لفوق عشان اوضح انه ده للكوادروتو اير فريم، يعني جاي من الطياره، عشان لو عندك روبوت ثانيه او حاجه توضح المعدات دي. ده جزء مش مهم. لو في اي اسئله تاني ما ممكن نجاوب عليها. حد عنده أي أسئلة تانية يا شباب بيكتبها في كيو أند إيه؟ في حد بين كاتب في الشات هنا؟ في واحد كاتب في الشات هنا. البيكس 4 اوتو بايلوت حلو جدا برضه، انا ما استخدمتوش صراحه، بس شفت ناس كتير بتستخدمه وما فيهوش اي مشكله والستابيليتي بتاعته كويسه. اظن ان هو اوبن سورس كمان. في ماتلاب سيميليتر كمان اظن للتيوننج بقى، بس هو اوتو بايلوت كويس جدا، ودي اضافه كويسه منك لبقيه الشباب اللي بيسمعوا ان هم ممكن يستخدموا الاوتو بايلوت ده. طيب احنا ممكن نستنى دقيقتين او ثلاثة كمان لحد التايم ليميت بتاعنا ما يخلص، لو حد محتاج اي اسئلة او اي استفسارات. اي حد عنده استفسارات يا شباب فرصة كويسة، المهندس عمرو موجود ان شاء الله. اليوتيوب الفيديو هيترفع على اليوتيوب شانل، وان شاء الله لو عندك اي استفسارات ممكن تبعته لايجنس كولا، واحنا برضه هنوصلكم للمهندس عمرو لو احتجتوا اي حاجة. طيب في سؤال كويس جدا من وسام بيسأل على sources او open source ل physical meaningful model وال control system. لو التركيز اكتر على الكوادروتور بالذات، فما فيش كتب او courses، الموضوع اكتر هيبقى research papers. لو دورت اونلاين هتلاقي papers كتير جدا، في واحدة حتى لو دورت باسمي أنا هتلاقي في واحدة أنا كنت كاتبها لما كنت بحضر الماجستير، وهي مبسطة جدا وبتشرح فيزيكلي كل ترم أو كل جزء من الإيكويشن معناه إيه وتأثيره إيه على البيهيفير بتاع الكوادروتو. ولو في أي أسئلة بعد كده أنا بيتهيألي الكونتاكت انفورميشن بتاعتي موجودة على الويب سايت، فممكن تبعتوا لي إيميل أو حاجة، وممكن نبقى على اتصال بعد كده لو في أسئلة مختلفة. في سؤال تاني بالنسبة لل non-linear control. طبعا ده سؤال كويس جدا. ال non-linear control أفضل كتير من الدنيا، خاصة لو في رياح أو حاجات زي كده ممكن تخليك تخرج بره اللينير رينج اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو حوالي 20 ديجري، او الناس اللي هي بتحب تعمل حاجات اجريسيف او عدائيه شويه بالكوادروتور. فده اوبشن متاح انك تشتغل نون لينير، بس طبعا ده ريسيرش توبيك حد ذاته، وهيحتاج شغل منك اكتر في التطبيق وفي التيوننج، والسورس الريسورسز اللي هتلاقيها اونلاين مش موجوده كتير، وفي نفس الوقت مفيش منه اي حاجه متطبقه قبل كده. يعني الفيكس هوك اوتو بايلوت والاوبن اوتو بايلوت وكل اللينكات اللي انا حطيتها دي كله شغال لينير في اي دي كنترول، مفيش حد منهم شغال لينير، فمش هتلاقي وسائل مساعده كتير. بس لو دخلت على بيبرز او ابحاث هتلاقي ناس كتير جدا طبقت على النون لينير وطالعين نتائج كويسه جدا. ممكن تشوف اي استفسارات تانيه يا شباب؟ احمد بيسال يعني ايه في اي دي كنترول؟ انا ما شرحتش في اي دي كنترولر يعني ايه، بس ممكن نتكلم عنه بتاف دلوقتي. يعني في اي دي كنترولر بيتكون من ثلاث اجزاء مهمه، التي والاي والدي. تي يعني بروبورشن تناسب، اي انتجرال بيعمل انتجريشن، دي ديفرنشيشن بيعمل ديفرنشيشن. البي اي دي كنترولر ده نوع من انواع الكنترول بيخش له الايرور في الحاجه اللي انا بتحكم فيها. يعني لو انا عايز اوصل لبوزيشن على بعد 10 متر وانا دلوقتي على بعد 2 متر، يبقى الايرور بتاعي 8 متر. ال 8 متر دي هتخش للكنترولر ده
والكنترولر ده هيطلع اكشن تقدر تقلل لك الايرور فتوصل للبوزيشن اللي انت عايزه. الاكشن دي بتحصل ازاي؟ عن طريق البي والاي والدي زي ما شرحت، وكل ترم بيبقى ليه طريقه معينه تشتغل بيها. وممكن هتلاقي حاجات اكتر كتير على ويكيبيديا وجوجل بتشرح لك كل ترم من دول بيبقى تاثيره ايه على الاكشن اللي بتطلع من الكنترولر. وده سريعا جدا هو ايه البي اي دي كنترولر. في واحد قال ده طريقه عمليه الكنترول يا مهندس عام. هو هي دي بالظبط الطريقه اللي بيشتغل بيها. انا بتكلم على اللينير بي اي دي كنترول. هي دي الطريقه، بيدخله كانبوت، بتدخله الايرور بتاعك، وكل الكنترولر كل على حسب الكنترولر كويس قد ايه بيطلع لك اكشن. الاكشن دي بتقلل لك الايرور بتاعك، الحاجه الايرور هو الايرور في الحاجه اللي انت بتتحكم فيها. فكل ما الكنترولر بتاعك يكون افضل كل ما هيقدر يقلل لك الايرور ده بسرعه جدا. فبالتالي لو انت عايز توصل ل 10 متر مكان تقدر توصل له في وقت اقل وبشكل افضل، يعني من غير ما انت ما تروح ل 10. لو انت عايز توصل ل 10 متر بدل ما تروح مثلا ل 10 وتقف على طول، لا، ممكن الكنترولر بتاعك لو مش كويس يقوم موديك ل 12 وبعدين يقوم مرجعك 9 وبعدين يقوم موديك 10. فالحاجات دي بقى اللي بتحدد لك الكنترولر كويس ازاي. طيب في سؤال، ايه الاهم، الكنترولر ولا الموبيل؟ السؤال ده صعب الاجابه عليه، لان الحاجتين اهميتهم تقريبا متساويه. يعني لو انا بستخدم كنترولر بسيط زي البي اي دي او حاجات تانية مشابهة ليه، ساعتها الموديل مهم بالنسبة لي، لأنه اللينير كنترولر بيعتمد جدا على الموديل. فبالتالي لازم يبقى عندي موديل كويس علشان لما أعمل الكنترولر على ماتلاب أو سيميولين أو أعمل له تيستنج أوف لاين يشتغل معايا بسرعة لما أجي أنقله على الكواد روتر، وما أحتاجش إن أنا أضيع وقت إن أنا أقعد أجرب في تيونينج كتير. بس في نفس الوقت في أنواع تانية من الكنترولر دي معقدة أكتر وأدفانس أكتر، اسمها أدابتيف كنترول. وده كنترول بيظبط نفسه ذاتيا على الموديل بتاعك. يعني أنت ما بتركزش كتير على الموديل، بتعمل موديل بسيط جدا 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 ما بتاخدش فيه أي وقت، بتقضي أغلب وقتك في إنك تعمل الكنترولر الأدابتيف اللي هو بيقدر يعدل في نفسه علشان يعمل لك كنترول على الكوادروتور بتاعك. وده توبيك أدفانس شوية ومش هتلاقيه في الاوبن سورس اوتو بايلوت الموجوده في السوق والموجود اونلاين، وده لازم تعمل بحث اكتر على في الكتب او في الابحاث اللي موجوده الناس نشرتها واشتغلت فيها علشان تقدر تطبق حاجه زي كده. بس ده ادفانس شويه. في حد بيسال، لو هو بيستخدم اردوينو ككنترولر وعمل لاب فيو انترفيس واستخدم البي اي دي كنترولر، ده اوبشن كويس جدا وده ما فيهوش اي مشكله. طيب انا ممكن اوضح لكم حاجه طالما الناس لسه بتكتب في الاسئله بتاعتها. رجوعا لموضوع الكنترولر والموديل، في ناس كثيره ما يعني بيبقوا اكتر عمليين ومش عايزين يضيعوا وقتهم في شغل على الكمبيوتر موديل وكنترول وحاجات زي كده. فاللي بيعملوه ان هم بيجيبوا اوتو بايلوت جاهز او بيكتبوا الاوتو بايلوت على المايكرو كنترولر وياخدوا الكنترولر ده ويحطوه على الطياره غير ما يجربوا على ماتلاب او سيميلينك، وبعدين يبتدي لايف يحاول يظبط الجيم. دي طريقه كويسه وبتشتغل وموثق عمليا ان هي بتنجح، وده معروف جدا في البي اي دي كنترول، حاجه اسمها سيكولر نيكولاس تيونينج، او في كذا طريقه ان انت تقدر تظبط الكنترولر بتاعك من غير ما تعمل موديلنج. بس المشكله ان الكواد روتور دي طياره بطبيعتها مش ستيبل. يعني لو انت جيت تبص تطير الطياره وما عندكش ستيبل كنترولر الطياره هتقع، فبالتالي هتخسر سنسورز عليها، وفي حاجات تبقى غاليه جدا زي الناس اللي بدات تشتري في الكومبوننت او بدات تبص هتلاقي سنسور زي الاي ام يو ده غالي جدا، فهتبتدي انك تخسر اجزاء في الطياره وانت بتعمل التجارب بتاعتك بتاعت التيوننج، وهتبقى محتاج طيار كويس جدا بحيث انه يقدر يتحكم لك في الطياره اثناء التيوننج عشان ما تحصلش اي حوادث. فبالتالي بالنسبه للناس اللي ما عندهاش خبره في الطيران او خبرتها محدوده، الاوبشن ده بالنسبه لكم هيبقى صعب جدا. في طريقه بديله شفت ناس بتستخدمها، ان هو بيبنوا نوع من انواع التستنج فاسيلتي او مكان تعمل فيه تستنج، مثلا بيربط الطياره بخيط في السقف او بيربطها بخيط من الارض او من الجناب
او بيثبتها على حاجه بحيث ان هي تدور بس، ويبتدي ان هو ايه يعمل لها تيوننج بشكل امن من غير ما يبقى عنده اي تسيب. ده اوبشن كويس ممكن يمشي، بس لازم تاخد بالك انك لو عملت حاجه زي كده فانت بتغير من المعادلات او من الموديل بتاع السياره، لان السياره في الواقع لما تيجي تطير مش هتبقى مربوطه بحبل، فتاثير الحبل عليها او تاثير الحته اللي انت هتحكم يعني هتغير في الكواد روتور، كل ده هيبقى ليه تاثير على الكنترولر. الكنترولر بتاعك هيشتغل كويس وانت بتعمل له تيستنج بالمنظر ده، بس لما تيجي تطير السياره بره التيستنج ده هتلاقي انك محتاج تعمل ايه شويه تيوننج زياده، بحيث انك تقدر تظبطها لما تيجي تطير بره التيست فاسيلتي بتاعتك. بس ده طريقه سيف ممكن تعمل بيها تيوننج الكنترول بتاعك والتيستنج. طيب كان في حد بيسال بيقول ان هو عايز يعمل تيستنج للبوزيشن كنترولر اندورس. ده مستحيل لو انت بتستخدم جي بي اس، فده مستحيل لان الجي بي اس بيعتمد على الاقمار الصناعيه، لازم يبقى شايف على الاقل ثلاث او اربع اقمار صناعيه عشان يبتدي يطلع لك بوزيشن تقدر تعتمد عليه. فلو دخلت اندورز هتفقد الكلام ده كله، فمستحيل انك تجرب البوزيشن كنترولر اندورز. بس بما ان احنا وضحنا النقطه دي، في ناس بتعمل يعني بتتغلب على النقطه دي عن طريق ايه؟ ان هو بيحتاج يعمل سيستم ثاني في كاميرا، يعني تقوم انت جايب كاميرا مثلا تعلقها في السقف او تحطها على الارض، وتجيب مثلا حاجه ملونه وتربطها في الكواد روتور، مثلا كره من اللي هم السفنج البرتقاني دول، تربط مثلا اربعه في الكواد روتور واحده عند كل موتور، وتظبط استخدام ماتلاب او سيمولينك، اي الجوريثم موجود على ماتلاب كتير جدا يعمل لك حاجه اسمها كلر تراكنج، يعني بيبتدي ياخد الفيديو اللي بيجي من الكاميرا ويحدد لك الصور الحمراء اللي انت حاططها دي اماكنها فين، وانت عن طريق معدات بسيطه جدا ممكن تلاقيها اونلاين ان انت تحول الاماكن بتاعت الكور دي ل بوزيشن جوه الاوضه، فتقدر انك تعمل تيوننج للكنترولر بتاعك بوزيشن كنترولر اندور. لان في الاول وفي الاخر انت لما تيجي تستخدم الجي بي اس انت هتحول صوت الطول والعرض لامتار، فبالتالي لو انت استخدمت الكاميرا وقدرت تطلع قياس بالمتر تقدر تعمل تيوننج للبوزيشن كنترولر، واول ما تاخده بره هيشتغل كويس عادي جدا. بس لازم تاخد بالك ان في فرق ما بين انك تستخدم كاميرا والجي بي اس. الكاميرا بتلقط 30 فريم في الثانيه، يعني كل ثانيه هيجي لك 30 قرايه، لكن الجي بي اس بيطلع لك قرايه في الثانيه، في حاجات بتطلع لك كل 10 ثواني قرايه واحده، فبالتالي التيوننج هيختلف. فانت الاندور ممكن يديك انديكيشن او دليل على الجيم بتاعتك عامله ازاي، بس هتحتاج تعمل شويه تيوننج زياده لما تطلع بره علشان النويز اللي مختلفه في الجي بي اس الريفرش ريت بتاعه مختلف شويه. وبعدين انت ذكرت في نقطه ثانيه البايكون موشن كابتشر، انا ما ذكرتهاش وانا بشرح لان ده سيستم غالي جدا، يعني تكلفته عاليه جدا، بتتكلم في الافات الدولارات. ففي سيستم غير البايكون للموشن كابتشر، بس كل في حاجات ارخص شويه، بس الحاجات دي كلها اسعارها غاليه جدا، لان انت بتحتاج تعمل سيت اب لكذا كاميرا، ست او سبع كاميرات في الاوضه، وبيشتغلوا ب ويف لينث او فريكونسي معينه، فبتحتاج تحط ماركرز معينه على الكوادرنت بتاعتك عشان تلقطها، فكل دي اوبشن غاليه. لكن زي لو انت عايز تعمل اوبشن رخيص زي اللي انا شرحته ده سهل جدا تطبيقه، تحط كاميرتين على الارض وتربط اربع حاجات ملونه ماركرز معينه على الكوادرنت بتاعتك، وتطبق نفس اللي بيطبقوه في البايثون او في الحاجات الثانيه، تطبق نفس المعادلات او الالجوريثم على التو سيستم التو كاميرا سيستم اللي انت حطيته، بحيث ان انت تحقق نفس الغرض. لكن حاجه كوميرشال موشن كابتشر ماديا مكلفه جدا، والريت بتاعها عالي، اعلى بكتير من الجي بي اس. يعني البايكون الريت بتاعه عالي جدا، بيعدي ال 100 هرتز، اكتر من 100 قرايه في الثانيه. لكن لو انت استخدمت كاميرا عاديه هتوصل حوالي 30 هرتز، 30 قرايه في الثانيه، وده اكتر بكتير من الجي بي اس. فانت لما تيجي تعمل تيوننج المفروض انك تعمل ليميتنج ل القرايه بتاعتك واللي 1 هرتز في الثانيه، بحيث انك تقدر تماتش الجي بي اس. يعني انت بتلقط 30 فريم وتطلع القرايات بتاعتك، بس كل ثانيه تبعت قرايه واحده للكوادرو، ف
بحيث ان انت تقدر تعمل افضل شويه يشابه الجي بي اس او الدور. زي ما انا اتكلمت عن حاجه اسمها اي ان اس انرشال نافيجيشن سيستم، لما تيجي تطلع اوت دور لازم يعني يفضل ان انت تعمله، لان الاعتماد على الجي بي اس لوحده مش كافي، لان الاكيورسي بتاعته قليله والريفرش بتاعه لو محتاج حاجه تديك ريفرش اعلى شويه زي الاي ان اس، او تستخدم بقى كاميرا على الكورت. اتمنى ده يكون جاوب على السؤال. طيب تمام. لو اي حد عندكم عايز تفترض في المستوى يعني بعدين، ممكن تبقى تطلب المهندس عمرو او تبعتوا له ايميل، وان شاء الله يجاوب لكم على الاسئله. وشكرا على الحضور، واتمنى ان تكون المحاضره كفادتكم. شكرا يا باشمهندس عمرو على المحاضره الجميله. شكرا يا باسم على الهوستنج اللطيف. الله يخليك، جزاك الله كل خير. السلام عليكم شباب.